تفسير حلم رؤية الصحراء في المنام لابن سيرين. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم معايا في فيديو جديد في قناتكم قناة ترند. ولو الفيديو عجبكم ما تنسوناش بالاشتراك في القناة واللايك وتفعلوا زر الجرس عشان يوصلكم منا كل جديد. ويلا بينا على التفاصيل. معروف عند الجميع ان الصحراء عبارة عن ارض واسعة متكونة من الرمال، وبتتوصف دايما ان هي بتبقى شديدة الحرارة، وان هي ما فيهاش ولا زرع ولا شجر ولا مية. والمكان اللي هو موجود في الصحراء بيبقى بيدي احساس كده بيبقى مكان موحش وكئيب، بيدي احساس بالغربة. ورؤية الصحراء في المنام ليه عدة دلالات. ممكن ايه الدلالة دي؟ ترمز الى الخير، وممكن برضو ترمز الى وقوع، الى نذير بوقوع الشر لقدر الله يعني. والمفسرين اختلفوا في تفسير رؤية الصحراء في المنام، وده حسب حالة الرائي وظروفه، وده هيبقى استنادا على رأي كبار المفسرين زي ابن سيرين ونابلسي وابن شاهين. ابن سيرين شايف ان رؤية الصحراء في المنام بتشير الى ما يواجهه الرائي في حياته من ازمات وصعوبات، وبيشوف برضو ابن سيرين ان رؤية الصحراء في المنام بتشير الى الاحساس بالتيه والضياع. وشايف ايضا ابن سيرين ان رؤية الصحراء وعدم ايجاد ماء في المنام اشارة الى الاخفاق والعجز في حياة الرائي. وبرضو شايف ابن سيرين ان رؤية الصحراء ووجود الماء في المنام، يعني اللي يحلم بالصحراء والصحراء دي موجود فيها مية، إشارة إلى تجديد الأماني وإحياء الأمل بالنسبة للرؤي. وابن سيرين شايف إن اللي يشوف في منامه الحشرات السماوية والتعابين في الصحراء ده بيشير إلى وجود أشخاص كارهين للرائي وعاوزين يأذوه. وشايف أيضا ابن سيرين إن رؤية هبوب عاصفة في الصحراء ده بيشير إلى ما يصيب الرائي من غضب كبير وثورة عارمة. وابن سيرين برضه شايف ان الشخص اللي هو يلاقي نفسه في المنام ماشي في الصحراء ده بيشير الى ايه؟ عدم التوفيق والفشل والحظ السيء، الله لا يقدر. وشايف برضه ان شيء ضيع منه وهو مش لاقيه في الحلم في المنام ده بيشير الى العقبات والازمات اللي هيواجهها الرائي اللي هو بيحلم ده في الايام اللي هي اللي جايه القادمه، وان شاء الله ربنا ما يكتبش حاجه وحشه ان شاء الله. تفسير رؤيه الصحراء في المنام لابن شاهين. ابن شاهين شايف ان اللي بيحلم بالصحراء الواسعه في منامه ده بيشير الى الايه؟ الاشياء اللي هو هيشوفها الرائي في حياته، الاشياء اللي هي من ظلم وان هو يتعرض لافتراءات. وابن شاهين شايف ان اللي بيحلم بالصحراء وان الصحراء دي بتتحول الى ارض خضراء ده بيشير وبيدل الى قدوم الخير والتوفيق في حياة الرائي اللي هو بيحلم. تفسير رؤية الصحراء في المنام للنابلسي. النابلسي شايف ان اللي يشوف في منامه الصحراء ده بيشير وبيدل الى تحول ايجابي في حياة الرائي، يعني ان حياته تتحول للاحسن والافضل. والنابلسي شايف ان اللي يشوف في منامه الصحراء ده بيشير الى استقرار والسكينة اللي في حياة الرائي. وايضا النابلسي شايف ان اللي بيشوف في منامه زرع او نخل موجود في الصحراء ده بيشير الى اقتراب سفر الرائي، يعني الرائي ده اللي هو بيحلم ان هو ايه قدامه سفر وقرب يسافر. برضو النابلسي شايف ان اللي بيشوف في منامه زرع ونخل موجود في الصحراء ده إشارة إلى وصول الرائي اللي هو بيحلم ده لأهدافه وتحقيق أحلامه وأمانيه.
تفسير رؤية الصحراء في منام المتزوجة. لو المتزوجة شافت الصحراء في منامها، ده بيشير إلى شخص سيء وكاره ليها وحاقد عليها، وربنا ينجيها منه إن شاء الله. لو المتزوجة شافت الصحراء في منامها وكان فيها تعابين أو حشرات سامة، ده بيشير إلى يعني التوتر وسوء العلاقة بينها وبين زوجها. ولو المتزوجة شافت الصحراء في منامها وكان فيها زرع أو نخل، ده بيشير إلى اللي زوجها يعني بيتصف بيه من أخلاق حسنة وكرم وعطاء، والأخلاق دي هو يعني إيه مشهور بيها في وسط الناس. لو المتزوجة شافت المية في الصحراء، يعني حلمت بالصحراء والصحراء دي كان موجود فيها مية، ده بيشير إلى إن هي ستحمل قريبا والله أعلم. تفسير رؤية الصحراء في المنام للعزباء. لو العزباء شافت في منامها الصحراء أو الصحراء، ده بيشير إلى مرحلة جديدة في حياتها. ولو العزباء شافت الصحراء في منامها، ده بيشير إلى وظيفة جديدة أو سفر أو زواج قريب. لو العزباء شافت الصحراء في منامها وكان فيها عقارب وتعابين، ده بيشير إلى وجود أشخاص كارهين ليها، بيكرهوها ما بيحبوش يعني. ورؤية العزباء للصحراء في منامها وموجود فيها عقارب أو تعابين، ده بيدل إلى وجود يعني في ناس في حياتها بيحسدوها وبيحقدوا عليها وبيحاولوا إن هما يأذوها. ولو العزباء شافت في منامها الصحراء وكان فيها مية أو نخلة أو زرع، ده بيشير إلى ارتباطها بشخص بيتصف بالكرم وبالأخلاق الحسنة، وربنا يسعدها إن شاء الله. تفسير رؤية الصحراء في منام الحامل. لو الحامل شافت الصحراء في منامها، ده بيشير إلى إن في شخص سيء ومنافق وكاره للحامل دي وهو موجود في حياتها. لو الحامل شافت الصحراء في منامها وفيها مية، ده بيشير إلى إن هي حملها دوت هيعدي ويمر بخير وسلام، وهتولد بالسلامة إن شاء الله، والولادة بتاعتها تكون أسهل ما يكون وتكون في منتهى السهولة، وتقوم بالسلامة إن شاء الله، وإن شاء الله نبارك لها قريب إن شاء الله. وفي النهاية يا ريت ما تنسوش تشتركوا في القناة وتدوسوا لايك وتفعلوا جرس التنبيهات حتى يصلكم منا كل جديد. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.